68 من الدستور وقع الانتقال من مجلس أعلى للتعليم إلى مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. هذا الانتقال يحمل أو حمل معه مجموعة من التحولات. التحول الأول يتمثل في إسناد مهام قانونية دستورية بشكل صريح وواضح في مقتضيات الفصل 162 من الدستور، ذلك أن المجلس أضحى يطلع كمؤسسة استشارية بإبداء رأيه في السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وفي الأهداف المرتبطة بها، كما أن هذا الفصل ينص بوضوح على تحول نوعي في المهام المسندة لهذا المجلس، كونه يساهم في تقييم السياسات العمومية المرتبطة بهذه الميادين. ومسألة التقييم هي مسألة نوعية في التدبير وفي الحكامة الجيدة وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور. أيضا أريد أن أشير أيضا إلى أن مجال اهتمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اتسع مقارنة بالمهام التي كانت مسندة للمجلس الأعلى للتعليم. هذا الاتساع يتمثل أولا في كون المجلس يهتم بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ثانيا، المجلس أصبح يتم كذلك بالبحث العلمي بمختلف مرافقه ومكوناته وبنياته. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أضحى يملك قوة اقتراحية من خلال اضطلاعه بمهمة الإحالة الذاتية. صحيح أن المجلس بالطبع تعرض عليه طلبات إبداء الرأي من قبل صاحب الجلالة، من قبل رئيس الحكومة، ومن قبل رئيسي مجلسي البرلمان بغرفته، لكن يمكن للمجلس أن يأخذ مبادرات من أجل إبداء رأيه. متعلق بالتعليم العالي، طبعا كنبغي نذكر بأنه كيحضر معي الأستاذ الدكتور بن عيسى أطراسي، أستاذ جامعي وباحث بيداغوجي، وكذلك سميلود الخضر مدير إذاعة ميدينا FM، وكذلك سي محمد المدغري في المرافقة التقنية، بالإضافة للزملاء في الاستوديو المركزي بمكناس علي الغزالي وشاكير التازيلي. في استقبال المكالمات عبر الرقم 055-30-40-11-12، من وراء الميكروفون يرافقكم يونس عثماني. إذن سي عبد اللطيف المدني يعني حاصل على دكتوراه في السوسيولوجيا التنظيمات والشغل وكباحث في علم الاجتماع وإصدارات متعددة في عالم المتعلق بالتربية والتكوين وكأمين عام لمجلس أعلى للتربية والتكوين وبحث العلمي، يعني الهيئة الدستورية ذات الطابع الاستشاري. ما هي الصلاحيات المرتبطة بهذه الهيئة الاستشارية فيما يتعلق بالتربية والتكوين في خضم طبعا الدور ديالها المتكون فيما هو استشراف الآفاق المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي؟ أظن بأنني قدمت جوابا أوليا عن هذا السؤال، لكن لا بأس أن قدمت توضيحا أكثر. المهام الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تتمثل في أولا الإدلاء برأي المجلس في السياسات العمومية للتربية والتكوين والبحث العلمي بطلب من الحكومة، بطلب من جلالة الملك قبل ذلك، أو من الحكومة أو من البرلمان بغرفته. كذلك
من حق المجلس أن يأخذ المبادرة في الإدلاء برأيه الذاتي حول القضايا التي تهم إصلاح منظومة التربية وتكون البحث العلمي بمنظور استراتيجي وبمنظور شمولي كما قلت سابقا. المجلس كذلك يقوم بدور تقييمي للمنظومة ولإصلاحها ولتطبيق هذا الإصلاح. المجلس الأعلى كذلك يملك قوة اقتراع